أما هلأ ليا بننتقل لفقرتنا التالية وخصصناها للمساحة الزراعية. كتير منا يمكن عم يتوجه بالآونة الأخيرة للزراعة المنزلية، وفي كتير من النباتات موجودة بمساحات زراعية خضراء بالأرض السورية إلى فوائد عديدة. اليوم بدنا نحكي عن زراعة الغطيفة مع المهندسة روان الحسين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم أكيد وصباح المشاهدين. صباح الخير روان. صباحك أكيد. أهلا وسهلا فيك. القطيفة أو الشاشات الماريجولد المخملية، نعم، إلى كتير أسماء أكيد هي واسعة الانتشار على مستوى العالم، فأخذت التسميات العديدة بسبب انتشارها بكل أنحاء العالم. هي من النباتات الحولية، يعني موسمية نحن بنشوفها بمواسم، بينتهي موسمها لكن بيرجع منعيد زراعتها بالموسم اللي بعده. هي من النباتات الصيفية اللي نحن هلأ بنشوف أزهارها بتبتدي من الربيع للصيف تقريبا، نحن بنحصد هي الأزهار اللي كتير حلوة. شخصيا بموضوع تنسيق الحدائق، نحن كلاندسكيب بنستخدمها كتير بتنسيق الحدائق، انه نعمل فيها مثل كونتورات او كورنرات مثلا بشكل مساحه دائريه نحط فيها نبات الشاشات، ومن النباتات الاولى اللي حتى نكتسب اللون الواحد اللي هو بيعطينا كتير غنى وتجدد لون بالحديقه، لحتى نكسر لون مثلا حطيناها فوق الجازون بمساحه دائره فرح تعطينا شكل كتير حلو ومحبب وكسر روتين بحديقتنا. طيب خلينا نحكي عن زراعتها، يعني هي فينا نعتبرها نبتة منزلية إلى جمالية وبتعطي فعلا منظر جميل بقلب البيت، بس يمكن كثير من السيدات بيتبعوا أخطاء شائعة من خلال العناية بالزريعة المنزلية، كيف بتم زراعتها؟ كيف بيتم الاعتناء فيها؟ تمام. لأقدر أحافظ عليها يمكن أكبر وقت ممكن، لأنه كلياتنا بتلاقينا بنحب بالبيت نجيب زريعة بس بعد فترة من الوقت بتلاقينا بنخسرها. يعني كيف فينا نحافظ عليه؟ نبات الشاشات هو من الاوسع انتشارا لانه هو يعني طرق زراعته سهله وعنايته سهله، بالتالي هو بياخذ اهميه كثير كبيره انه هو ما كثير بيعذبنا بالزراعه. طريقه زراعته هو من البذور، يعني مجرد نحن ما نشوف هي الازهار بنشوف بقلبها اذا شلنا بنشوف هي فيها كثير العديد من الازهار، يعني موضوع حتى نحن خلص موسم الشاشات او القطيفه بعد فتره نحن فينا الازهار المجففه اليابسه ناخذ هون في جزء من الازهار، جزء من البذور موجود بالكأس، بنشوف طبعا بناخذ البذور الناضجه بعد ما يتم النضج الكامل بناخذها، طبعا نحن بنكون هيئنا سطح التربه، بنكون جهزنا سواء كنا نحن بدنا نزرعه بالارض الدائمه بحديقتنا او حتى لو حابين نحطه باحواض على البلكون او حتى على الشبابيك ممكن نعملها بتنسيقات كثير حلوه وبطريقه كثير سهله. اول شيء كيف بنهيئ سطح التربه؟ نحن لازم نكون مقلبين التربه اذا كانت بشكل مباشر بالارض، لازم نكون مقلبينها نهويها، بعدين نضيف السماد المناسب، بعدين نعمل تسويه للارض ونشيل البذور ونرطب اول شيء سطح التربه ونشيل البذور وبننسرها بشكل متباعد نوعا ما مشان ما يصير في بيكون في كثافه بعد الانبات. طبعا بدنا نراعي موضوع السقايه والتسميد بشكل متوازن هلا رح نحكي عنهم، وهي هي طريقه الزراعه بالاحواض. نحن فينا كمان نجيب شتل جاهز من المشتل ونزرعون وكمان نعتني بموضوع السماد والسقايه. نعم، يعني خلينا نحكي ايضا، يعني نحن شايفين لونين اورانج واصفر، تمام، في الوان ثانيه فينا نتحكم بالالوان، وهل تمام. هي الورده لها ريحه ولا لا؟ لا، هي ريحتها نوعا ما خفيفه، بس هدول اللونين هن حقيقه الاكثر انتشارا. في اللون النحاسي اللي كمان اغلبنا بيعرفه بس لسه ما تم انباته. هدول النباتين كثير حلوين وقت اللي نعمل نحن تدرج لوني بالحديقه، فاللون الاصفر والاورانج هدول من النباتات اللي بحسها كثير بتعمل كسر روتين بالحديقه وبتكسبها الوان وغنى كثير بحديقتنا. طيب خلينا نحكي يمكن على تفاصيل زراعتها، كيف بيتم سقايتها بشكل يومي، اذا هي بتحتاج لسماد معين، بتحتاج لضوء، لا درجه حراره معتدله. تمام. هلا بالنسبه للشاشات او القطيفه قلنا انه هي من النباتات اللي كثير سهل زراعتها، رح نزرع اما من البذر او من الشتل. موضوع السقايه بعد الزراعه نحن بنضل محافظين على رطوبه معينه لحتى تنتج البذره، تمام. بعد 3 ايام بنشوف البذرة انتشت، بعد 8 أسابيع نحن بنكون حصلنا على نبات كامل عم يعطينا أزهار. يعني هلا هي النباتات تقريبا هي أول أزهارها، نحن بنشوف كثير براعم. أول شيء بيتم ترطيب التربة، بيتم سقايتها بشكل كامل. أول شيء لحتى تنتش البذرة لازم يكون رطوبة دائمة بالأرض، بعدين بعد ما بيتم
مثل هون صارت شتله كامله. فالمفروض نحن ننتبه لحتى ما نزيد المي، لانه هي ممكن تعمل تعفن جذور. انسب وقت انه نحن نسقيها كل يومين، والثالث نعطيها جرعه مي وحده لانه كثر السقايه. وننتبه لشغله كمان، ما لازم تكون عمليه الرش بشكل مباشر على الورده او على النبات، لازم تكون الري هون على سطح التربه لحتى ما تعمل لها مرض البياض الدقيقي. فهي كمان شغله لازم ننتبه لها وتنتبه لاغلب السيدات. بالنسبه للسماد، نحن بدنا نقول انه موضوع التغذيه هي اللي بتعطيه تجدد بالازهار، فموضوع السماد لازم يكون هو من السماد المتوازن الان بي كي. لازم يكون نعطيه معلقه بنحلها بواحد لتر، نعطيها مره بالشهر، وبتكون هي كافيه لحتى تاخذ كل المغذيات الضروريه للنبات. نعم روان، خلينا نحكي يمكن مع تبدل الفصول اكيد النبات يا بيفقد الاوراق او بيدبل، هون بالنسبه للقطيفه كيف هي بتتاقلم؟ هلا نحن قلنا موضوع انه هي نبات موسمي، نحن من فصل الربيع لفصل الصيف لنهايته تقريبا اول الخريف نحن تقريبا انتهت. نحن الورده عنا انتهت لانه هي موسميه حقيقه. طب انتهت هي وبيطلع غيرها بموسم اللي جاي؟ مثل ما قلنا رح يتم قطف كل الازهار الموجوده بالنبته، طبعا الازهار الناضجه. هون حاليا هي الزهره مو ناضجه، مو منتهيه يعني، هلا بس تي بس الورده، فبتكون بذورها اللي بقلبها ناضجه. رح يتم جمع هالبذور لحتى يجي عنا شهر 2 و3 لنزرع من جديد. هي حاليا بتنتهي يعني، حتى مجموعة الخضري يعني أبو زورة بنحتفظ فيها لحتى نزرع من أول وجديد بالموسم الجديد. فمشان هذا السبب هن سموها نباتات حولية أو نباتات موسمية. هذا السبب لأنه هي تكون نباتات. وهيك بشوفها يعني نباتات زينة أكثر بالبيوت. بس خلينا نحكي عن أحجامها، هيك بتم حجمها ولا ممكن؟ لا هي ما بتعلى، ممكن انه تكون متعدده. تمام. وشغله ثانيه، المفروض نحن بعد فتره نعمل تطويش للقمه لحتى تعطينا نموات جانبيه. يعني نحن في موضوع السياده القميه، بس نشيل السياده القميه بتفرع من على الجوانب بتعطينا كتله خضريه اكبر وبالتالي زهر اكثر. تمام. اليوم انتم كمهندسين عفوا زراعيين، كيف بتقدروا تحصلوا على البذور بشكل مثلا اذا حدا عنده مكان كثير كبير بزراعتها، وكيف بتم تنسيقها وزراعتها؟ هلا هذا الموضوع لنا سهل، يعني تقريبا انت من ورده عندك مئات البذور. فالمشاتل ممكن تعتمد اسلوب انه تجمع هي الازهار تجففها تحفظها للموسم القادم، او انه تجيبها مستورده، بتيجي كياس بذر جاهزه مختومه. طبعا بتكون منقات ومعقمينه كلها يعني بظروف كثير جيده لحتى فورا انه تنزرع. فلذلك انه هي كثير من السهل انه نحن نزرعها عنايتها بدون ما تتكلف، يعني بدون ما لها تكلفه. يعني انت لحتى تحصلي فرضا على كتله صفراء او اورانج مثلا بكميه قليله من البذر وبموضوع كمان مادي قليل، يعني نحن قادرين نحصل على هالجمال الكثير بموضوع كمان قليل ماديا. طيب شو اكثر كمان فينا نقول نباتات الزينه اللي ممكن تبقى وقت طويل بالبيت؟ يعني نحن في كثير من النباتات، بس نحن المفروض هلا بهالوقت نضوي، هذا اكثر شيء نحن نضوي على النباتات اللي هلا موسميه. نحن هلا بنروح على المشاتل بنشوف كثير مثلا من الحوليات مثل الهرجايه مثل تم السمكه مثل هي النباتات اللي نحن بنتمنى انه تكون هي دائمه، بس هي فعليا هي نباتات موسميه، نباتات الفصل الواحد. يعني هي نباتات فصل الصيف، بكره بيجينا مثلا نباتات الشتاء مثلا زهره تشرين. في نباتات كثير هي مرتبطه بفصل واحد او موسم واحد فينا نقول. نعم، يعني نحن اكيد اليوم ما حبينا بك بحلقاتنا انه نضوي على اهم الزرعات يلي بنزرعها. بالختام خلينا هيك نحكي يا روان معلومات عامه، بما انه هلا لازم يعني هلا اكثر شيء يمكن عندنا وقت لحتى نزرع لحتى نسقي، معلومات هيك لكل حدا. تمام. بالبيت ان كان او ان كان بالحديقه. تمام. هلا هذا الوقت المناسب لحتى نكبر قصايصنا. يعني انا بقول لهم المعلومه الذهبيه انه انت المفروض عندك هذا القصيص بعد فتره. هلا ما خلينا نشيل موضوع الموسمي على جنب، اي قصيص بيكون عندنا المفروض نحن نكبر له القصيص تبعه لحتى نعطيه مساحه اكبر للجذور لحتى تعطينا ترجع كتله خضريه اكبر. الشغله الثانيه لازم ننتبه لموضوع القص، يعني يمكن هلا المفروض نلحق حالنا باخر مرحله بموضوع التقليم، تقليم الشجر، تقليم النباتات، ازاله الشيء الميت. فهذا الشيء بخلينا كمان نحافظ على نباتاتنا. وهي تقريبا اهم التعليمات اللي لازم نقولها.
نعم. شكرا كثير لك يا روان، اليوم تعرفنا على زهرة القطيفة او نبتة القطيفة، اكيد هلا موسمها حلوة تكون موجودة لهيك لتعطينا طاقة حلوة. شكرا كثير لك، يسعد صباحكم. صباح المشاهدين، الله يسلمك. بدنا نشكرك اكيد المهندسة الزراعية روان حسين على وجودك معنا، شكرا لك.